أهلا وسهلا بحضراتكم وبكل متابعي برنامج 90 دقيقة. النهاردة طبعا حلقة أول أسبوع، ودايما زي ما عودنا حضراتكم يعني بانوراما مختلفة على قصص كتير الحقيقة وأبرز الأحداث اللي بتحصل في مصر وأهم الخلفيات والتحليلات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى أحيانا بنتكلم في الثقافة وفي الفن وفي الرياضة، كل اللي بيهم حضراتكم. الحقيقة النهاردة معنا موضوعات كتير مختلفة هنستعرضها مع حضراتكم أنا وزميلي حسام، لكن أرحب بحسام في البداية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا هبة، وأهلا بالسادة المشاهدين. حلقة بداية الأسبوع، أهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة طبعا عندنا ملفات تطال قطاعات مختلفة وكمان قصص مؤثرة ومهمة، لكن طبعا لا حديث يعلو الآن فوق التعديل الوزاري اللي طرأ طبعا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، واللي بيعد التعديل الرابع على الحكومة منذ وقت توليها في يونيو 2018. هيكون عندنا وقفة كمان عند هذه القرارات طبعا، وهنقول لكم طبعا أبرز الوزراء وأبرز ما تم تغييره وكمان قراءة في هذه التعديلات. خصوصا يا حسام ان التعديل الوزاري شمل يعني شمل 13 حقيبة وزارية، وده تعديل كبير. يعني كبير وواسع. هنعرف حضراتكم ونقف قدام تفصيلات يعني هذا التعديل اللي حصل النهارده واقره مجلس النواب، وهنقف كمان قدام الوزراء الجدد نحاول نقرا مع بعض يعني في تفاصيل هذه الاخبار ونفهم استراتيجية الحكومة بشكل عام تجاه الملفات المهمة والضاغطة، وخصوصا الملفات الاقتصادية، بالإضافة بقى لمجموعة أخرى من الملفات بنناقشها مع حضراتكم. ويمكن جزء من هذه الملفات متعلق بالصناعات الموجودة في مصر، واللي بنحاول يعني نستكشف إزاي يتم تدعيم هذه الصناعات وإزاي يتم يعني تعزيز الصادرات اللي ممكن تكون يعني من آفاق مختلفة للتصدير في بعض الصناعات تحديدا، ومن الصناعات دي صناعة الدواجن يا حسام اللي بتساهم بشكل كبير في التصدير وفي نفس الوقت في إنتاج اللحوم البيضاء، وبيشتغل فيها عدد كبير الحقيقة من العمالة. فمسألة مهمة نشوف إيه التحديات طبعاً، ونرصد يعني مستقبل هذه الصناعة ونشوف تأثر هذه الصناعة يعني الظروف الدولية والاقتصادية. الصناعة بتواجه تحديات لكنها صناعة كبيرة في مصر، وأيضا لها تأثير مباشر على ما يقدم للجمهور. أتوقف عند التحديات وأيضا والأفاق، ونقرأ قراءات منطقية اللي يفيد المستهلك وإيه كمان اللي يفيد المستثمر. ده موضوع. أيضا عندنا موضوع مهم متعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وأعتقد أنه هو خبر في غاية الأهمية كمان عن تسهيل الأمور بالنسبة للشركات الناشئة وتخفيض الإجراءات والشروط لإنشاء هذه الشركات، وده هيساهم بشكل كبير جدا في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بالنسبة للي هيبدأ حياته بشكل جديد أو بيأسس شركات ناشئة، لأن احنا في عصر الشركات الناشئة اللي بتبدأ يمكن بمبالغ بسيطة وبتتحول وتتضاعف هذه الأرقام على مدار سنوات بسيطة معتمدة على أفكار وابتكار بالملايين. فدي أيضا نقطة مهمة بتنظر إليها الحكومة وهنتابعها مع حضراتكم النهاردة. عندنا بقى كمان، أو خلينا نبدأ مع حضراتكم بملف التعديلات الوزارية. هنقول لكم طبعا أنه النهاردة مجلس النواب قطع أجازته البرلمانية في جلسة طارئة بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار التعديل الوزاري، وهو الضخم طبعا والأكبر تقريبا لطال الحكومة منذ 2018 وشمل 13 حقيبة وزارية. الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا كمان للتصويت على تعديل عدد من الحقائب الوزارية اللي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس الوزراء. وكمان أضاف الرئيس في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي أنه التعديل الهدف منه هو تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وده يساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها. وكمان هذه التعديلات بتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن والذي نعمل جميعا من أجله كما قال السيد الرئيس، وأيضا تقدم بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم. طيب، يعني رئيس مجلس النواب أعلن في الجلسة العامة عن قرار الرئيس الخاص بدعوة المجلس للانعقاد، وتم تلاوة أسماء الوزراء الجدد. خلينا نستمع مع حضراتكم لجزء من هذه الجلسة ونرجع بقى نفصل ونحلل ونحلل ونتكلم في تفاصيل هذه التعديلات الوزارية النهاردة و13 حقيبة وزارية ضمن هذا التعديل الواسع. تنص الفقرة الثانية
من المادة 147 من الدستور على ما يلي: ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفي غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويختر رئيس الجمهورية بذلك. السادة الأعضاء، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية من المجلس، فقد وصلني كتاب من السيد رئيس الجمهورية يطلب فيه عقد جلسة طارئة للنظر في إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات. وعملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، أعرض على حضراتكم ما جاء في كتاب السيد رئيس الجمهورية وليتلى ما جاء في هذا الكتاب. بعد قراءة القرار كمان وافق مجلس النواب بأغلبية 30 على التعديل الوزاري طبعا، ومن المنتظر كمان أن يؤدي الوزراء الجدد إن شاء الله اليمين الدستورية في الغد أمام سيادة الرئيس. خلونا نتابع مع حضراتكم. السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، إذن فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة في هذا الشأن، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية. طيب خلينا نتابع مع حضراتكم. طبعا كل القرارات دي النهارده جاءت اثناء، او كل يعني الاقرارات الخاصه بالوزراء الجدد النهارده جاءت اثناء يعني الجلسه الطارئه اللي انعقدت لمجلس النواب طبعا، اللي كان يعني ضمن اجازته البرلمانيه وكان مفترض ان هو ينعقد في اكتوبر القادم، لكن هذا الانعقاد جاء بشكل طارئ لمناقشه التعديلات الوزاريه واقرارها. وزي ما هنتابع دلوقتي مع حضراتكم تعديلات كانت واسعه وشملت 13 حقيبه وزاريه. طب ايه هي التعديلات وايه هي الوزارات اللي تم تغيير يعني المسؤولين او القائمين عليها، والقراءة لهذه التعديلات إيه هي؟ أول حاجة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، وكان بيشغل منصب نائب الوزير للتعليم العام وشؤون المعلمين. تعالوا نتعرف أكثر عن الدكتور رضا حجازي ثم نتابع بقى الحديث عن باقي التعديلات تباعا، وتوقف أمام كل حقيبة على حدة.
ايضا الدكتور هاني سويلم وزير الري، وهو واحد طبعا من علمائنا الاجلاء، وكنا التقينا في مصر تستطيع في اكثر من مناسبه. خلونا نتعرف اكثر عليه. طبعا دكتور هاني سويلم يعني احد القامات في مجال، واستاذ في يعني احدى الجامعات الالمانيه، وعنده خبره كبيره في مساله اداره الموارد الاستراتيجيه والطاقه والماء. فوجود شخصيه ب يعني هذه الاهميه وهذه الخبره العمليه بقى في المجال دوت امر ايضا غايه في الاهميه، وعشان كده كنا مهتمين نستعرض مع حضراتكم ابرز المعلومات عن كل شخصيه من شخصيات الوزراء الجدد. ودلوقتي كمان يعني نشوف بعض المعلومات عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان في العرض دوت، ونرجع كمان نفصل عن كل شخصيه وكل وزير النهارده بيتولى حقيبه مهمه في هذا التوقيت، نتعرف اكثر على هذه الشخصيات. دكتور خالد عبد الغفار، الحقيقة برضو الدكتور خالد عبد الغفار كان ليه أيضا نجاحات كبيرة كوزير للتعليم العالي، خاصة في الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات ومحاولات تطوير التعليم الجامعي، وانتقل لملف الصحة منذ عام 2021 من شهر 10 تحديدا، وأصبح هو كمان متولي أو قائم بأعمال هذه الوزارة إلى أن تم تعيينه الآن وزيرا للصحة والسكان. من الوزراء اللي كان يعني بالفعل له إسهام واضح في الملفين، في ملف الصحة وفي نفس الوقت في ملف التعليم العالي، لدرجة إن احنا النهاردة لما بنيجي نبص على النتائج والأرقام عندنا عدد مهم جدا وكبير من الجامعات الأهلية يمكن يوصل ل 18 جامعة، وبنتكلم عن جهود كبير وتخصصات يعني كتير زيادة ومختلفة في المجال ده تحديدا يا حسين، وتحديدا كمان الشراكات اللي عملناها مع كتير من الجامعات، سواء في جامعات العاصمة الإدارية التي فتحت جديد أو في بعض الجامعات اللي طورت شراكات خارجية، دي كانت نقطة أيضا إيجابية. نروح لمين بقى دلوقتي؟ دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وهو أيضا من يعني الأشخاص العلمية المرموقة واللي تولت مناصب أكاديمية مختلفة، يمكن كان آخرها عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس. نتعرف أكثر على الدكتور محمد أيمن عاشور وأهم المناصب أو أهم يعني المجالات الخبرة اللي هو تولى فيها وأسهم فيها بشكل كبير. ايضا هنروح معاكم، يبدو انه طبعا حقيبه الهجره والمصريين بالخارج تظل لدى النساء، فايضا السفيره سهى سمير هي وزيره الهجره والمصريين بالخارج، وهي طبعا لها باع طويل في العمل الدبلوماسي، تولت سفارات مختلفه في الخارج، وكانت مساعد وزير
الخارجية وسيدة أيضا مخضرمة في مجال العمل الدبلوماسي وتولى كتير من القضايا المهمة سواء في أوروبا أو غيرها من القارات. خلينا نتابع مع حضراتكم أيضا جزء من سيرتها الذاتية. أما بقى لو رحنا للتعديل اللي حاصل في يعني حقيبة السياحة، فنجد أنه يعني الوزير الجديد المنوط بهذه الحقيبة المهمة واللي بتعد يعني من أهم القطاعات النهاردة اللي بنتكلم عليها أنها بتدر عملة صعبة لمصر، ومن أهم الملفات اللي يعني فيها تحدي كبير وفيها أمال كثيرة أيضا معلقة على العائدات بتاعتها وفيها فرص وأفاق الحياة كتير مختلفة، هو ملف السياحة. هنا النهاردة وزير السياحة الجديد هو أحمد عيسى طه. من هو؟ نتعرف على سيرته الذاتية وأهم المعلومات الخاصة بهذه الشخصية المهمة. كمان أيضا وزارة مهمة وتحديدا في هذا التوقيت وزارة التجارة والصناعة خلفا للوزير نفين جامع السيد أحمد سمير محمود أيضا، وأيضا يعني برلماني والنهاردة تم تهنئته في البرلمان، فأيضا يعني إيده في الموضوع ويعني ماسك هذا الملف أيضا كرئيس للجنة الصناعة وغيرها داخل البرلمان، وبالتالي أيضا هو استكمال للمسيرة السابقة وفق طبعا استراتيجية مصر 2030. فخلونا نتابع مع حضراتكم. أيضا حقيبة أخرى مهمة هي حقيبة الطيران المدني، تولاها اليوم بحسب التعديلات الوزارية وبحسب الإقرار اللي خرج من مجلس النواب تولاها الفريق محمد عباس. نشوف مع حضراتكم بعض المعلومات عن الفريق محمد عباس ونرجع نستكمل بقية التعديلات الوزارية. أيضا وزارة أخرى هي وزارة القوى العاملة وتولاها السيد حسن محمد حسن شحاتة وزيرا جديد للقوى العاملة، وهو أيضا رجل نقابي وكان في اتحاد العمال وشغل كثير من المناصب النقابية
والعمالية، وخلونا نتابع مع حضراتكم جزء من هذه المسيرة. نروح بقى لحقيبة الثقافة اللي تولتها نيفين يوسف الكيلاني خلفا طبعا للإناث عبد الدايم الوزيرة السابقة. وهنا طبعا السيدة نيفين يوسف لها مسيرة طويلة في مجال الثقافة، معها دكتوراه في النقد الفني، تولت رئيس صندوق التنمية الثقافية، مسيرة حافلة ومحطات مهمة في الثقافة. دي حاجة لطيفة عامة ان يكون عندنا وتولت كتير من المناصب المتعلقة بالنقد الفني طبعا، ولطيف ان احنا نشوف حد بالبروفايل ده كمان وزيرا للثقافه يقدر الفنون المعاصره كمان اللي البعض حاول طمسها في ازمنه ماضيه. خلينا نتوقع بقى انجازات كبيره ان شاء الله بهذه المسيره اللي هنشوف مع حضراتكم اجزاء منها. ايضا حقيبه اخرى اللواء هشام امنه وزيرا للتنميه المحليه، وايضا شغل عديد من المناصب وكان ايضا محافظا، فخلينا نتابع مع حضراتكم ايضا جزء من هذه المسيره. أما بقى محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد خلفا للسيد هشام توفيق، فتولى أيضا مناصب كثيرة ومختلفة من ضمنها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، وأيضا مناصب الحقيقة أخرى ومختلفة نشوف مع حضراتكم جزء منها في العرض ده. ايضا اللواء محمد صلاح الدين وزير للانتاج الحربي، وهو رجل عسكري قدير وايضا خريج الفنيه العسكريه ومعاه بكالوريوس الهندسه، وتولى كثير من المناصب اللي علاقه ايضا بالمصانع الحربيه، وكان مستشارا ايضا في الانتاج الحربي، وحصل على كثير من الامتيازات والانواط والجوائز التقديريه تقديرا لمسيرته. خلينا نتابع مع حضراتكم ايضا.
طيب شوية ملحوظات كده على التعديل، يعني اللي احنا استعرضنا مع حضراتكم تفاصيله والأسماء الجديدة والأسماء القديمة والسير الذاتية للوزراء الجدد، لكن في بعض الملاحظات العامة أو في خلفية كده ممكن نتوقف أمامها. أولا طبعا عندنا يعني أكتر من وزير كان نائب سابق لي وزير، وده معناه لو ترجمناه بشكل منطقي أو عملي معناه خبرة أكتر في كيفية سير العمل الحكومي أو باع طويل يعني في التفصيلات الدقيقة داخل هيكلية كل وزارة، زي طبعا السيد رضا حجازي أو دكتور رضا حجازي اللي هو كان نائب وزير التربية والتعليم وأصبح الآن وزير للتربية والتعليم وتولى هذه الحقيبة الآن في هذا التعديل. أيضا بنتكلم عن الدكتور أيمن عاشور، وبنتكلم عن كان نائب وزير التعليم العالي وأصبح الآن وزير للتعليم العالي. فبهذه السيرة الذاتية وبهذه المناصب اللي كانوا يعني متحكمين أو عارفين بالضبط تفصيلات العمل الوزاري، دي مسألة مهمة الحقيقة. اللواء هشام أمنة أيضا كان محافظا للبحيرة، فرج الإيدي في المحافظات، وكان رئيس مدينة وجي وزير للتنمية المحلية. اللواء محمد صلاح الدين شغل كثير من المناصب المتعلقة بالمصانع الحربية، وكان مستشارا لدى الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة القومية كمان للإنتاج الحربي، وبالتالي أيضا رجل في الملف. يعني الحقيقة نفس الملحوظة طبعا دكتورة نيفين يوسف الكيلاني، سيدة طول عمرها أفنت عمرها في الثقافة، مناصب مختلفة، أكاديمية الفنون، هي أصلا لها كثير من الكتب في الفن والنقد والرقص المعاصر وغيرها، حاجة مهمة جدا. فأيضا زي ما بيقولوا كلهم يديهم في الملفات. أيضا السيد أحمد سمير محمود كان رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وبالتالي تابع كل الإحاطات وتابع كل المناقشات وجاي من اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وبالتالي هو أيضا بتأكيد على دراية بكل الملفات والتحديات، لأنه ده كان بيتم مناقشته في البرلمان وغيرها أيضا من الملفات اللي كانت بتفتح بقى، سواء طلبات إحاطة، استجواب، مناقشات معينة، الموازنات. فكل ده يعني كلهم زي ما بيقولوا ايديهم في بقى الموضوع. ملحوظه تانية كمان يا حسام، ان احنا عندنا اكتر من وزير في التعديل الوزاري الحالي جاي من قطاع الطيران او صاحب خبره سابقه ومنصب سابق في قطاع الطيران، زي الفريق محمد عباس طبعا وزير الطيران المدني ده اكيد، وعندنا حسن شحاته وزير القوى العامله، وعندنا كمان كان رئيس اتحاد العمال وقبلها رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالطيران. ده كمان منصب مهم جدا في هذا القطاع، مفصلي في هذا القطاع. وعندنا كمان سيد محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللي قلنا كان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، وأكثر من منصب آخر كمان في نفس القطاع. فيعني بهذه التخصصات أو بمجالات الخبرة هذه في مجال أو قطاع الطيران، نتوقع كمان أداء يعني الحقيقة متطور في القطاع ده، أو نتوقع إنجازات في القطاع ده، طالما إحنا بنتكلم عن أهل الخبرة ويعني في تخصصات كلها لها علاقة بالطيران. أيضا السيدة سفيرة سهى سمير برضو سيدة لها باع طويل في العمل الدبلوماسي، وتولت سفارات مختلفة، منها سفارتنا في أيرلندا، كانت أول سفيرة لمصر في أيرلندا، وأيضا كانت نائب لوزير الخارجية، وأيضا تولت ملفات دقيقة متعلقة بالمرأة في الأمم المتحدة، وبعثتنا أيضا سواء في الأمم المتحدة في جنيف أو في الولايات المتحدة، وبالتالي أيضا هتكون خبيرة أيضا بكل ما يتعلق بشؤون مصر الخارجية، يعني إيديها في الملف، وكانت سفيرة، وبالتالي أيضا ستستطيع إن شاء الله إدارة هذه الملفات. نتمنى لها التوفيق. طبعا نتمنى لكل الوزراء الجدد التوفيق، نتمنى أن يكون يعني التحديات أكيد كبيرة، والظرف الدولي والمحلي والحقيقة الظروف العالمية كلها مش سهلة أبدا، لكن نتمنى طبعا التوفيق لكل هؤلاء الوزراء اللي بالتأكيد يعني مجالات خبرتهم السابقة كانت سبب في اختيارهم لهذه الحقائب المهمة. الحقيقة كمان كان في نقاشات طبعا بتدور على حوالين الفيسبوك وتوقعات وغيره، وأحيانا طبعا بتبقى تحليلات منطقية، احنا تحليلات غير منطقية، لكن الأهم والسمة البارزة والأبرز يعني اللي تابعناها خلال السنوات الماضية هبة، إنه يعني حتى لو تبدلت الوزارات ولكن تظل في النهاية رؤية مصر والاستكمال ما بدأه الآخرين هي سمة المراحل المختلفة. حتى لما لاحظنا يمكن ده التعديل زي ما قلنا التعديل الرابع في هذه الوزارة، كل وزير جاء بيستكمل ما تم أيضا عمله في الوزارة التي قبله،
ويبني عليها، مش بنبدأ بقى من الصفر زي ما كنا بنعمل زمان أو بنهد ونبدأ من أول وجديد. كلنا بنحقق الأهداف الاستراتيجية اللي وضعها السيد الرئيس والدولة المصرية فيما يتعلق باستراتيجية مصر 2030. فكل واحد في استراتيجية بنيجي نكمل وبنمشي عليها، قد نطور في الأداء في الشكل بأفكار إبداعية أكتر، كل مرحلة تستوجب اختيارات تفتح أفاق جديدة ممكن تزيد من سرعة الحركة، لكن في النهاية كلنا في مسار واحد وأهداف واحدة. كل مرحلة كل طبعا ليها رجالها وسياساتها واستراتيجيتها. طب ملاحظة أخيرة بقى حسام، كمان قبل ما نشوف تقرير عن يعني هذا التعديل الوزاري وأبرز الكواليس الخاصة به وأبرز المعلومات المهمة نعرفها عنه، في ملاحظة أخيرة أنه بالتعديلات دي يبقى أقدم وزيرين في الحكومة هم الدكتور محمد مختار والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الاثنين من 2013، وايضا حقيبتين مهمتين، حقيبه يعني مساله الكهرباء احنا كنا عانينا لسنوات واشهر من مساله انقطاع الكهرباء بشكل كبير، النهارده بنتكلم عن نجاحات في هذا الملف وبنتكلم عن يعني بنتكلم عن التصدير مش بنتكلم عن احتياجاتنا احنا مكفينها ولا لا، وايضا الدكتور محمد مختار. نشوف بقى مع حضراتكم التقرير ده اللي بيجمل ابرز التعديلات الوزاريه اللي يعني تعرضت ليها او مرت بيها هذه الحكومه، وايضا كانت الاستراتيجيه والفلسفه ايه، ونرجع نحلل ونقرا مع حضراتكم بشكل اوسع في هذا التعديل الوزاري. في الطرح الأخير للتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب استمر كل من وزيري الأوقاف والكهرباء في مسؤوليتهما الوزارية، وبذلك يكون كل من الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور محمد شاكر أقدم وزراء الحكومة المصرية، الذي وصل فترة عملهما في الحكومة لما يزيد عن 8 سنوات تقريباً، قدم فيها للدولة المصرية الكثير. في يوليو 2013 عين الدكتور محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف، وبعده بعام تم تعيين محمد شاكر وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة في مارس 2014، وواصل كلا الوزيرين العمل على الملفات التي كلفوا بها وحقق إنجازات غير مسبوقة وغير تقليدية في مسار عمل وزارتيهما. واستطاع الدكتور محمد مختار جمعة ضبط الخطاب الديني وكذلك رصد أموال الأوقاف المصرية، بينما برع الدكتور محمد شاكر في ملف الكهرباء، بل ووصلت مصر لمرحلة التصدير للخارج بعد أن كانت تعاني من عجز في الكهرباء على مدار عقود. عمل كل من الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور محمد شاكر مع 4 رؤساء وزارات في عدة حكومات متتالية، وهم حكومة الدكتور حازم الببلاوي وحكومة المهندس إبراهيم محلب وحكومة المهندس شريف إسماعيل وكذلك حكومة المهندس مدبولي، بالتغييرات التي تمت فيها على مدار الأعوام الماضية. ومع التعديل الوزاري الأخير يستمر الاثنان في عملهما ويكون أقدم وزيرين في الحكومة الجديدة. طيب زي ما شفنا مع حضراتكم بعض الملاحظات على هذا التعديل الوزاري، بعض القراءات في هذا التعديل الوزاري، حاولنا نحط قدام حضراتكم كل المعلومات المتعلقة بالسير الذاتية للوزراء الجدد، وأيضا يعني أبرز التعديلات اللي مرت بها مسيرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من أول ما تولت لحد النهاردة، وكمان هيساعدنا في أكتر في هذه القراءة ويعني يضع بقى ملاحظاته القيمة السيد أكرم القصاص الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذ أكرم، إزاي حضرتك؟ طبعا ورئيس تحرير اليوم السابع ومسيرة طويلة من العمل كمان حضرتك في المجال الصحفي، وعشان كده مهتمين نعرف بقى قراءتك ليه هذه التعديلات الوزارية النهاردة وكيفية البناء على ما سبق من أجل تحقيق بقى الاستراتيجيات العامة للدولة اللي هي طبعا يعني في الملفات المختلفة وترتبط بالظرف الإقليمي والدولي. طبيعي، يعني هو الملفات دي 13 وزارة كلها تقريبا أو أغلبها ملفات إما خدمية أو ترتبط بملفات مهمة يعني زي الري او الانتاج الحربي او غيره. طبعا الساده الوزراء اللي ادوا قبل ذلك كانوا بيشتغلوا في خطط الدوله، واعتقد يعني انه سواء ملف التعليم ملف الري كان في وزراء يعني كفء في هذا الامر، لكن طبيعي انه ممكن يبقى في توقيتات او تجديد، تاكيد وزير التعليم الجديد خارج من الوزاره
ولديه تصور في الملفات وهيبني، لانه خطه التعليم وتطويره هي خطه دوله يعني. نفس الشيء في الصحه، في ملفات كثيره زي التامين الصحي الشامل، زي ملف زي الصناعه واهميته بعد اكتمال شبكات الطرق او الطاقه او كده. طبعا بالتاكيد ملف زي الصناعه مهم جدا في الفتره القادمه، الاستثمارات والقطاع الخاص والقطاع الاعمال برضه، والملفات المهمه الصناعات زي اللاستيك، زي الصناعات العامه، زي اعاده هيكله هذه الشركات بشكل يضيف الى الاقتصاد واداء الحكومه بشكل عام. اعتقد انه في تنديد ثقه في الحكومه، الملفات الاقتصاديه والاصلاح الاقتصادي والباقي تفاصيل ملفات التنميه. الملفات دي اغلبها مرتبط ب الجمهور والمواطنين بشكل مباشر، زي التعليم، زي الصحه، زي الصناعه، زي القوى العامله وفرص العمل، زي التنميه المحليه، زي الانتاج الحربي، الري، طبعا كلها ملفات محتاجه يمكن تطويرات او اضافات. واعتقد انه في التوقيت هيبقى مهم، والحكومه بتستعد لانها تروح العاصمه الاداريه يعني خلال 6 سنوات. لو كانت العاصمه الاداريه النهارده كانت هتتكلف 5 أو 6 أضعاف ده دلوقتي، يعني أعتقد إنه في إجابات هنا ممكن الحكومة بعد ما تنتقل في تغيير في الإدارة في المحلية. التنمية المحلية برضه ملف مهم لأنه مرتبط بالمجالس المحلية وقانون المحليات اللي على مدى سنوات يتم الجدال حوله والمناقشة حواليه، بحيث إنه هيساهم في تطوير الأداء الإداري. العاصمة الإدارية نفسها تكون انطلاق لإعادة تغيير نظام الإدارة نفسه، يعني كلها أعتقد ملفات مهمة وخدمية ومرتبطة بحياة كريمة، لأن كل الوزارات تقريبا مرتبطة بمبادرة حياة كريمة. قلنا التعليم، الصحة، الطرق، الصناعة، ملف زي الصناعة هيبقى مهم جدا في الحكومة على اعتبار تنشيط هذا الملف مهم مرتبط بالاستثمارات التوسع والمناطق الصناعية. صناعة ملف مهم جدا لأنه مرتبط بالتنمية بشكل رئيسي بعد اكتمال شبكات الطرق والطاقه وغيره. طب استاذ اكرم، ايضا يعني كان في تساؤلات كده برضو على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا النهارده يوم مهم والناس طبعا بتتابع الاخبار، والبعض كان بيتساءل عن ملفات يعني مهمه كان بيشتغل عليها الوزراء السابقين، منها مثلا ملف التعليم. هل هيبقى في تغيرات؟ هل هيبقى في تغيير بعض المسارات ايضا فيما يتعلق ب الشؤون الاقتصادية والوزراء المتعلقين بالأمور الاقتصادية، وإحنا طبعا في ظرف حساس ودقيق وأزمة عالمية، فحضرتك هتشوف أنه هيحصل مثلا بعض التغييرات بعض التعديلات أم استكمال لنفس الرؤى بس بأشكال مختلفة؟ أولا فيما يتعلق بملف التعليم، هو خطة الدولة، ما هوش خطة مرتبطة بالوزير، ويمكن الدولة على مدى السنوات اللي إحنا شايفينها إحنا بنشوف أنه مشروع تطوير التعليم ده خبراء وضعوه على مدى فترة، واحنا عارفين انه ملف التعليم ملف شديد التعقيد وعانى على مدى عقود من تجارب وتراكمات. اعتقد انه السنوات اللي فاتت من الانصاف ان احنا نقول دايما ملف التعليم مثير للجدل، لكن من الانصاف ان احنا نقول دكتور طارق شوقي خد معركة مهمة في انه يقدم تغيير في المناهج، تغيير في انظمة الامتحانات. ممكن يبقى في اخذ ورد وخلافات هنا، لكن دائما اولياء الامور ما بيبقوش راضيين، دايما وزير التعليم او اي ملفات خدميه بتبقى في مرمى الجدل. لكن احنا بنتكلم على انه تطوير التعليم ده ملف دوله، واغلب الشغل اللي حاصل على مدى السنوات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه انه دايما بيتكلم على انه في خطط دوله، ما هياش مرتبطه بفرد، لانه قبل كده كان الخطا ان كل وزير بيجي صحيح ربما كان بيبدا من جديد او بيغير اظن انه الدكتور رضا حجازي جاي من وزاره التعليم ومشترك في هذا التطوير بطريقه او باخرى. ممكن يبقى فيه تغييرات في الملف نفسه في تفاصيل، لكن اظن الاستراتيجيات ان انا عندي مشروع تعليم يمتد 12 سنه من الحضانه لغيره، وفي نفس الوقت كان في الجزء العام تغيير نظام الامتحانات، يعني حدش يقدر ينكر انه في تعديل وتغيير في نظام الامتحانات غير الى حد ما، لانه ده ملف فيه تراكمات كبيره، فده ملف هيبقى مهم يدخل في سياق حوارات وفي سياق خبراء بيتكلموا، لانه الملف ده ملف دوله. نفس الامر فيما يتعلق بالتنميه، شبكه الطرق، الصناعه، جذب استثمارات خارجيه، الملف الاقتصادي،
ممكن سبق للتعديل الوزاري ده كلام وشائعات واسماء بالزبط. كلها تقريبا كانت بره الموضوع. ففكره اذا كان الملف الاقتصادي ودائما الرئيس بيؤكد ايه؟ انه اللي بيشتغل احنا بندعمه وبنقدم وجوه جديده وبنقدم خبرات وبنجيب مساعدين وبنجيب معاونين بنستند للخبره. اذا هو حد شغال او في تقييم لهذا الملف فالدوله بتتبنى ده وبتدفعه، يعني ربما يكون في رغبه ما في الاسراع في بعض الملفات، واحنا اثبتت التجربه ان فكره الاسراع وسباق الزمن اللي حصل في كثير من المشروعات كانت هذه المشروعات تحتاج 5 أو 6 اضعاف التكلفه اللي تم وضعها. يعني اما العاصمه الاداريه قبل 6 سنين كانت خيال، كان بعض الناس بيشككوا في امكانيه، النهارده الحكومه بتنتقل، هذه التكلفه كانت ممكن تبقى 5 أو 6 أو 10 أضعاف ما يبقاش في سيوله. هذه التكلفه مع توفير فرص عمل او غيره. ملف التامين الصحي الشامل محتاج يتسع اكثر ويدخل في المحافظات الجديده لانه بنقترب على مدى مفروض يكتمل على مدى 6 أو 7 سنوات. في ملف الصناعه اللي محتاج يتنشط قطاع الاعمال والصناعات الاستراتيجيه زي النسيج زي الاغذيه زي غيره، وفي مجمعات كثيره. ملفات زي الزراعه احنا بنتكلم في الحكومه بشكل عام مش بنتكلم بس في الوزارات اللي اتغيرت، لانه ملف الزراعه اتطور على مدى السنوات، الصوبات، اعاده ملف الميه وملف الري، لانه يعني وزاره الري المصريه دائما ذات خبرات متراكمه في تشغيل المياه، مش بس عشان ملف هنا او هناك، لا احنا العدد بيزيد وكمان وجود عالم كبير زي الدكتور هاني سويلم ممكن يكون ايضا اداره بشكل الحقيقه ان وزير التعليم دكتور يعني السابق كان برضو يعني مهم وادى دور مهم، وهو برضو من الخبرات يعني طبعا الوزير الجديد يعني الدكتور محمد ابو عاطي برضو ادى دور طبعا، الدكتور زهري شوقي طبعا، دكتور سويلم من العلماء وناس من مدرسه الراي المصريه وهي مدرسه عريقه. احنا بنتكلم بانه العدد بيزيد واحنا نصيبنا من يعني تقريبا ثابت، في خطط في اعاده وهو متخصص كمان في الطاقه المتجدده وده بيمشي مع استراتيجيه مصر البيئيه 2050. فدي كلها ملفات مهمه اعتقد انه ودي في سياسه واضحه جدا من الدوله المصريه انه بتدعم من يعمل، التغييرات بكل اسباب ربما الاسراع اكثر او تنشيط بعض الملفات، في ملف زي التنميه المحليه هيبقى مهم، في ملف زي الصناعه هيبقى مهم، جذب استثمارات، كل دي الحكومه بتعمله. واعتقد انه الحكم على اداء الوزراء الجدد سيكون من خلال الممارسه ومن طبعا بالتاكيد لسه بكره الاداء جميل الدستوريه. هنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومعنا دلوقتي الاستاذ عماد دين حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عماد. اهلا بك يا استاذ عماد. عايزه اسال حضرتك في البدايه عن قراءتك لاهميه ضخ دماء جديده في الحكومه، خصوصا واحنا بنتكلم عن وزراء المجموعه الاقتصاديه، ايه هو المأمول تحقيقه من هذا التغيير الواسع في هذه المجموعه خصوصا بالظرف الاقتصادي الراهن؟ يعني طبعا ضخ دماء جديده كلمه او تعبير يعني متداول بكثره، بس هو المهم ان احنا لازم ننظره في سياق طبيعي، لانه ممكن يبقى عندي وزير بيؤدي عمله كويس جدا فمش هغيره لمجرد ان انا عايز اضخ دماء جديده. الفكره انه احيانا تغيير الوزير قد لا يكون بالضروره ان الوزير فشل، ربما لانه الامور في الوزاره او في القطاع او في المؤسسه ثابته ومتكلسه شويه، فبالتالي ربما يكون الافضل هو ان انا اجيب حد ثاني، انه ربما انه ما يبقاش في تفاهم ما بين الوزير وبقيه العاملين في الوزاره، يعني ليس بالضروره طول الوقت انه تغيير وزير يعني انه سيء. طبعا في وزراء بيفشلوا في اداء مهمهم وطبيعي جدا ان هم يتغيروا، دي سنه الحياه، لا يوجد شخص يؤدي عمل بنسبه 100% طوال الوقت. لكن الاساس طالما انه هذا الرجل يحقق المستهدف منه فطبيعي ان هو يستمر. الا احيانا البعض في وزير يقعد 20 سنه فبيشعر انه اكبر من الوزاره او اهم منها او فقد الرغبه في التطوير او التجديد. بالضبط. فالتغيير بتاعه بيبقى افضل للمكنه تحت المؤسسه كلها ان هي تشتغل بصوره افضل. وبالتالي انا اظن انه يعني التغيير النهارده نامل ان هو يدفع في اتجاه تطوير اكثر، والمجموعه الاقتصاديه مش كتير اللي اتغير فيها بالمناسبه، لانه السياق امبارح كله من يتابع الاعمال والصناعه، قطاع الاعمال والصناعه قطاع
الاعمال والصناعه بالضبط، لكن التخطيط موجود والماليه موجود المجموعه الاقتصاديه. معنى كده يعني او بحسب القراءه والنظره الموضوعيه اللي حضرتك قدمتها لفكره التغيير وتوقيته والاسباب من وراه، ان احنا بنتكلم عن يعني مش استراتيجيات جديده بقدر ما هو ضبط الاداء في نفس الاستراتيجيات او نفس المسار. ده كلام صحيح، لانه انا سمعت يعني اكثر من مسؤول، يعني انا اظن انه جزء من فلسفه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لا يغير وزراء لمجرد الايحاء انه في تغيير. كانت هناك سياسه قبل كده انه كل فتره عشان تدي ايحاء للشعب انه في تغيير وانه في حركه، فانك انت بتغير وزراء حتى لو كانوا وزراء جيدين، بس لمجرد ان انت تعملي ايحاء. بعض الناس بيؤمنوا ان ده جزء من العمل السياسي، بس حد ثاني واظن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتمي للفريق الثاني، ان انت طالما ان الوزير بيؤدي انا مش هغير وزير لمجرد ان انا عايز ارضي الراي العام واقول له ان انا بغير. الفيصل هو العمل او الفيصل هو النتيجه. بالضبط، الاهداف كل وزير مكلف بمجموعه من الاهداف، هل اداها ولا لا؟ انا اظن ان احنا محتاجين ربما في الفتره الجايه نقول انه الفلان الفلاني الاهداف الاساسيه للوزاره بتاعته او المستهدفات خلال مثلا سنتين هو كذا، وبالتالي يمكن محاسبته، وحتى الراي العام يبقى عارف انه هذا الوزير حقق المستهدف او حققه بافضل من كده او حققه باقل من كده، وبالتالي وجب تغيير. هو كمان يا استاذ عماد والناس وبرضه تعاطيها مع التعديلات النهارده، هو يمكن ايضا المجموعه الجديده دي جاءت في ظرف استثنائي، يعني يبدو انه في ملامح دوليه صعبه، وهذه الملامح الدوليه الصعبه بتنتقل الينا وبدانا نشعر بها جميعا، وقد تتفاقم وقد يتم احتوائها. فايضا يعني الظرف الدقيق اللي جاء فيه هؤلاء الوزراء وعليهم مسؤوليه اعتقد مضاعفه، فقراءه حضرتك لهذا التوقيت بالتحديد ومجيء هذه الوزاره في هذا التوقيت بالنسبه طبعا للتحديات. يا استاذ حسام والله انا لانه الناس هتتابعها بشكل دقيق، يعني لانه الظرف كمان دقيق. اللي احنا في مصر ويمكن في المنطقه العربيه طول، وانا من يوم ما اتولدت وانا بقرا تعبير ان احنا في ظروف دوليه صعبه او مفترق طرق او في عنق زجاج، ويبدو ان احنا المنطقه دي كلها مش عايزه تطلع من عنق. والله شكلها كده. عندك حق والله، احنا من ساعه ما اتولدنا احنا برضه كده. لا انا مولود عندكم بكثير، فبالتالي شايف عنق الزجاجه ده من زمان جدا يعني. كمان صح. اللي يقعد يقرا التاريخ يمكن من ايام سقوط الاندلس او حاجه زي او البعض يراها من منذ نهايه عصر الخلفاء الراشدين. المهم الفكره الجوهريه انه كل عصر ليه تحديات مختلفه، لان الوزراء المصريين مثلا تولوا الحكم مثلا بعد انهاء نكسه 67 كان ظرف دولي صعب جدا طبعا، او بعد 74 كان ظرف دولي مختلف، او بعد مبادره السادات للقدس، او بعد اغتيال السادات، او بعد الازمه الاقتصاديه بتاع 86، او بعد صندوق النقد 90، او غزو العراق للكويت. انا اسف يا دكتور، انا اسف طبعا يا استاذ عماد، بس يبدو المشكله فينا احنا تقريبا. لا لا احنا لا، قصدي ما اقصده هو ان احنا في ظروف دوليه وتحديات طول الوقت، وبالتالي على كل مسؤول ان هو ان انا الطبيعي ان انا بجيب مسؤولين قياده سياسيه يكونوا فاهمين اهدافهم وفاهمين المرحله وقادرين على التحدي. احيانا بعض الناس يكون اكيد مثلا اللي بيتولى مسؤوليه حكوميه دلوقتي في ظل الازمه الاقتصاديه الناتجه عن تداعيات اوكرانيا صعب، الوضع صعب بلا شك طبعا، مقارنه بما قبل حرب اوكرانيا او ما قبل الكوفيد، كل دي ظروف دولة. لكن التحديات في مصر، مصر دوله كبيره 104 مليون واجهت ظروف صعبه جدا، التحديات لا تتوقف، تتوقف حينما ننجز عملنا بطريقه صحيحه، وده بياخد وقت يعني. ما فيش زرار هتدوسي عليه اللي هدفها تتحقق. صحيح طبعا. عندك مشكله في الاقتصاد المصري في يعني مطالب كثيره وموارد قليله. هتتوقف الازمه الاقتصاديه لما نقدر. التمنيات والاحلام يعني والاماني كبيره الحقيقه ومشروعه كلها، لكن دايما السؤال عن الموارد او الامكانات ايه هي. طب استاذ عماد، هل في تعديل من التعديلات او حقيبه معينه لم تكن تتوقع انه يحصل فيها تعديل، وحضرتك طبعا عضو مجلس شيوخ ورئيس تحرير جريده مهمه زي جريده الشروق وعندك مصادر ومطلع، هل كان في حقيبه او وزير لم تتوقع ان يتم تغييره؟
انا بالنسبه لي كانت وزاره السياحه ووزاره الثقافه، يعني ما تصورتش للامانه للموضوعيه، لكن لا اعلم التفاصيل. والتربيه والتعليم؟ لا، التربيه والتعليم في جدل شديد على الدكتور طارق شوقي. انا تقدير الدكتور طارق شوقي عمل جهد عظيم ونفذ مشروع مش بتاع طارق شوقي، مشروع مصري. فبالتالي لكن المجتمع المصري ما زال مقاوم لهذه الجديد دايما بيبقى صح. الدكتور طارق شوقي في توقع كبير ان هو، لانه المقاومه الشعبيه كثيره واللوبيات في وزاره التعليم كثيره جدا، والتغيير دايما غير مقبول من الناس. بص بالظبط كده، الناس عايزه اللي تروح يحفظ المنهج ينجح يجيب المجموع يخش الكليه يتوظف بس، فانتبه حضرتك. فكل الامل ان الدكتور رضا حجازي ينجز ان شاء الله هذا المشروع اللي هو مشروع مصري وليس مشروع دكتور طارق شوقي، مشروع مصري بالزبط. ليس مرتبط باشخاص. ظني ان ما فيش حاجه اسمها مشروع وزير دلوقتي، في فلسفه عامه للحكومه، السياسه العامه زي ده حضرتك عبد الفتاح السيسي، الوزير بيجي بينفذ ده اذا هو مقتنع بيه، مش مقتنع المفروض ما يجيش. ماشي؟ لكن انا للامانه ما كنتش متصور ان الدكتوره ايناس عبد الدايم وهي وزيره شاطره جدا تمشي. ما احنا اتفقنا ان ده مش معناه انه وزير فشل زي ما حضرتك ذكرت، فشل في امنيته او حاجه، ربما تكون معطيات جديده لمرحله يعني ادى المهم. كلها كان هناك جدل كبير بشان اصحابها او اخفاقات او عدم قدره على تحقيق اهداف كبيره، فبالتالي كانت الاسماء مطروحه. اذكر حضراتكم منذ انتخابات النيابيه الاخيره في يناير قبل الماضي وانعقاد مجلس النواب ونحن نسمع عن تكهنات صحفيه بتغييرات وزاريه. صحيح. الكلام ده مضى عليه كام؟ حوالي 20 شهر. النهارده 20 شهر على هذه التكهنات. فبالتالي هناك رؤيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي بقدر الامكان طالما انه الاداء شغال كويس ما فيش داعي للتغيير. كان في حقائب وزاريه لابد من زي وزاره الصحه بطبيعه الحال موجوده فيها من فتره، وتم حد المعضله اخيرا ونتمنى انه تنطلق خطوه ايجابيه. نعم طبعا صحيح. طب استاذ عماد، في اخبار عن المحافظين؟ انا والله لحد دلوقتي لا ابلغ معلومه، يعني وصلت اجتهد فيما لا اعرفه. طب حلف اليمين؟ برضه ما عنديش فكره والله يعني. هو بكره بس طبعا ما فيش تفاصيل محدده. خلاص يعني الخبر الحقيقي هو التعديل. حلف اليمين مساله بروتوكوليه، يعني ستتم في بعض الاحيان كانت بتتم في نفس اليوم وفي ايام ثانيه في اليوم الثاني. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا استاذ عماد دين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، يعني قراءه مهمه الحقيقه والتاكيد على مشروع الدوله في الملفات المختلفه. احنا النهارده مش بنتكلم عن اشخاص، احنا بنتكلم عن مسار واستراتيجيه وفلسفه كبيره لتحقيق تقدم في ملفات معينه. قد يكون التغيير او التعديل الوزاري الهدف منه هو ضبط الاداء في ملفات محددة أو يعني تظبيط الأمور والتفاصيل، لكن هل في خلاف النهاردة على عناوين العريضة؟ وهل في خلاف على الأولويات؟ أو هل في خلاف إحنا عايزين نروح فين؟ أتصور ما فيش حد النهاردة بيشكك في هذه المسألة، أو يعني ما نعرفش إيه هو مشروع التطوير اللي إحنا عارفين كويس قوي في الملفات المختلفة. نتمنى طبعا كل التوفيق يعني الوزراء الجدد اللي عليهم تحديات برضو كبيرة، ويعني ملفات الحقيقة كبيرة ملقاة على عاتقهم دلوقتي. خلينا نروح حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة، والحقيقة قصة بقى مهمة جدا والكلام فيها لسه متواصل، محتاجين نفهمها ونستوضح تفاصيلها أكتر، وهي قصة قرارات الحكومة نحو ترشيد الاستهلاك في الكهرباء تحديدا واللي بيبدأ تنفيذها من النهاردة. رئيس مجلس الوزراء قال أنه الهدف من تحرك الدولة في هذا الاتجاه اللي هو ترشيد الاستهلاك هو توفير أكبر قدر ممكن من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء. ليه بقى؟ مش عشان إحنا عندنا نقص فيه أو عندنا احتياج ليه أو عندنا مشكلة فيه،
لكن لتصديره والحصول على عملة صعبة. هذا مهم نقول لحضراتكم كمان تفصيلة مهمة جدا، وهي أنه المؤشرات الاقتصادية العالمية كلها بتتكلم عن ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في الأشهر القادمة، خصوصا مع فصل الشتاء. معنى كده أن كل اللي احنا هنوفره من الغاز الطبيعي هنوديه للتصدير، وبالتالي نحصل على قدر أكبر من العملة الصعبة. دي مسألة مهمة جدا. كمان يهبة في الموضوع ده، انه قدامنا فرصه شويه كمان ازيد، لانه حتى اللي بيتابع الاخبار والانباء العالميه ان اوروبا الازمه بتزيد عندها، مش بس عشان الازمه الروسيه الاوكرانيه، لكن هو الحظ كمان انه في ازمه جفاف. فنهر التيمز ونهر الراين اللي بيتابع النهارده الصور على السوشيال ميديا اليوم جفوا، والنمسا ايضا بحيرات فيها بتجف، وبالتالي كل كمان وسائلهم من توليد الطاقه الكهرومائيه ضعفت، فأصبح عندهم احتياج مضاعف للكهرباء والتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي، فهم داخلين فعلا على شتاء صعب جدا. فأنت عندك قارة محتاجة غاز طبيعي ومحتاجة طاقة، وعندك يعني النهاردة إمكانات وفرص لزيادة الصادرات. هو ده بقى هنا التخطيط الجيد، لو قدرنا نعمل التخفيض في الاستهلاك بالقدر المأمول، ده بالتأكيد هيترجم لعملة صعبة أكتر. هنفهم أكتر في القرارات دي، نفهم أكتر إيه الدور اللي احنا علينا، لكن في البداية مهتمين جدا ان احنا نعرض لحضراتكم الانفوجراف ده اللي فيه بعض الارقام عن ايه هي خطه الدوله تحديدا لتخفيض استهلاك الكهرباء. هنخفض قد ايه، ايه المستهدف وايه هو المأمول، وده لما نترجمه لفلوس معناه قد ايه. نشوف الانفوجراف. مرة أخرى الحديث، يمكن إن إحنا لو قدرنا نوفر 15% فقط من استهلاكنا، ده هيخلينا نزود تصدير، ممكن نحصل من 400 ل 450 مليون دولار شهريا، وده رقم مهم لتوفير العملة الصعبة وفج كمان الفجوة اللي ممكن تحصل مع الدولار. يعني هيكون ديها استفادات كبيرة هتعود على الجميع في الآخر وتقلل الأزمة بشكل معقول. الدور الرئيسي كمان في توفير الاستهلاك مش بس هيقع على عاتق الحكومة، لكن زي ما اتكلمت مع حضراتكم يوم الثلاث والأربع الماضيين انه احنا كمان هيكون علينا مسؤولية كبيرة، والمسؤولية دي ممكن حضرتك تاخدها بس مش منطلق يعني كهدف او واجب وطني، لكن كمان ممكن زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده العالم كله الآن بيفكر في ترشيد الكهرباء حتى من قبل هذه الأزمة، لأنه موضوع الطاقة لم يعد رفاهية زي زمان، لأنه أصبحت المصادر محدودة، وطبعا التغير المناخي الكبير والصعب اللي متابعه مع حضراتكم زي ما ذكرت لكم النهاردة، أوروبا هي جفاف وأزمة الطاقة الاثنين مع بعض أزمة خانقة، كل الدول بتوفر الكهرباء بالإلزام، بتقطع في لندن في النمسا في فرنسا، بدأوا تخفيض كمان الإنارات وقطع الكهرباء بمستويات معينة وفي توقيتات معينة. ده مهم أيضا لنا وإحنا رايحين كوب 27، لأنه ده بيعكس أيضا مدى وعينا وقدرتنا على الحفاظ على البيئة بشكل عام، لأنه طبعا التكييفات دي بتزايد الانبعاثات الحرارية والفريونية، الإنارات وكل جهاز بينار هو حمل على البيئة بشكل عام. فخلينا ناخدها من أكثر من مسار، نحافظ على الوطن، نحافظ على البيئة، وكمان نساعد أنفسنا بشكل أو بآخر. فخلونا نشوف هذا الإنفوجراف اللي برضو بيساعد حضرتك شوية تعرف إزاي ممكن تقلل استهلاك الكهرباء بأقل الأشياء وبأقل الوسائل.
الدكتور حافظ سلماوي رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق وأستاذ الكهرباء، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. مبدئيا كده وبشكل بسيط، إيه اللي بالفعل بيوفر كهرباء في الاستخدام المنزلي؟ يعني إحنا دايما تعودنا على فكرة إن أنت ما تستخدمش البراد كتير، لأنه البراد من الحاجات مثلا اللي بتزود الكهرباء، نقفل التكييفات، نستخدم المروحة. ايه الجانب الفعلا حقيقي في هذه المعلومات او في هذه يعني الحاجات اللي اعتدنا عليها، وايه بالفعل اللي بيوفر كهرباء في البيت؟ هو نقدر نقول ان توفير الكهرباء في ثلاث مستويات او الطاقه، في ما نسميه مستوى بدون تكلفه، يعني اقدر ان انا اوفر، وده عن طريق بعض الممارسات البسيطه اللي هي ممكن، وفي ممارسات ثانيه او في اسلوب ثاني بتكلفه اقل شويه، يعني بتكلفه بسيطه، وثم في تكلفه. بالنسبه للاجراءات اللي حضرتك اشرتي اليها اللي هي بدون تكلفه، اعتقد ان النصيحه الاولى نمره واحد ان احنا نتابع عدتنا، بحيث ان احنا نقدر نربط تصرفاتنا مع معدلات استهلاك. ده نمره واحد. نمره اثنين، في بعض بقى الاجراءات البسيطه زي ما حضرتك اشرتي، مثلا غليت الشاي، انا مش لازم املاها كلها وبعدين اسخنها وبعدين اخد جزء بسيط منها واتركها. الثلاجه لابد ان هي تكون في مكان هاوي علشان ما تشتغلش فترات طويله، لابد ان اتاكد ان الاطار بتاعها او العزل بتاعها اللي هو بتاع الباب انه بحاله جيده وما يحصلش تسريب، ما افتحهاش دون داعي لفترات طويله واقعد افكر انا ممكن اخد منها ايه. ده بالنسبه لي. بالنسبة لأجهزة التكييف، كلنا نعلم طبعا إن ما شغلش جهاز التكييف مظبوطه على درجة حرارة منخفضة جدا، بحيث إن أنا قاعد تعبان من البرودة وفي نفس الوقت بستهلك طاقة. عادة درجة الحرارة المريحة للشخص في حدود 25 درجة مئوية. يفضل إن احنا نظبط التكييف بتاعنا عند 25 درجة. أيضا نراعي إن احنا لما بنشغل التكييف ما يكونش فيه شباك مفتوح، ما يكونش فيه باب مفتوح، بحيث ان بحتفظ بالسقعيه او بالبروده داخل الغرفه نفسها. قياسا بقى على كده برضو في الغسالات، ملوش معنى ابدا ان انا اشغل الغساله دوره كامله على حاجه بسيطه. اراعي دايما ده كلام مهم على فكره لكل ستات البيوت، الدوره الكامله على يعني قطعتين ملابس مثلا، وتفضل الغساله تشتغل اكتر من مره، استهلاك عالي، استهلاك ميه كمان، وهكذا. فهي في بقى حاجات واضحه، ما اسيبش اوضه مضاءه دون تواجد حد، ما اسيبش تلفزيون بيشتغل دون حد قاعد يتفرج عليه. احنا بنفتح التلفزيون ونروح نطبق الغسيل، نفتح التلفزيون ونروح نجيب حاجه من الاوضه الثانيه ونقعد، ونفتح المايه كذلك. كتير قوي بيفتح التلفزيون وبيشتغل على الكمبيوتر او على الموبايل. صح. او على طبعا ترك جهاز الكمبيوتر بالذات على الستاند باي، قد جهاز كمبيوتر على الستاند باي بيستهلك نص استهلاكه لو هو للدرجات. يا دكتور يعني الستاند باي عن الباور اون الكامل ده ممكن يوفر نص استهلاك الكهرباء؟ اجهزه الكمبيوتر، لان وجود الستاند باي بتاع الكمبيوتر ده معناه ان الكمبيوتر مازال اكتف، صحيح بيحصل سليبنج للهارد ديسك وكده، انما بيظل الكمبيوتر اكتف، فمعدل الاستهلاك. فنراعي لو ان انا مش محتاج الكمبيوتر بتاعي لفتره ساعتين ثلاثه، خلاص بعمل لوج اوت وبطفي الكمبيوتر. اما لو ان انا مثلا 10 حاجه اسيبه. اجهزه برضو ترك التشارجرز بتاعت الموبايل، اجهزه الشاحن بتاعت الموبايل بدون استخدام، صحيح دي كلها استهلاكات قد تبدو بسيطه جدا، ولكن لا، ما هو لو كل واحد طبقها النهارده مليون موبايل مصر، لو كل واحد حط شاحن ب 90,000 هتجمع في اخر العام رقم. انا مش حتى من ناحيه الامان، يعني لان في ساعات اجهزه شواحن ليست قياسيه. صح. يعني ليست اصليه، فدي خطر ان تطرد. صح. وبننام جنبها ونحطه في الفيشه جنبنا. طب دكتور لو حضرتك سامعني برضو عايز اسال عن موضوع اللمبات الموفره، احنا دايما يعني بنقول ده احسن، بس هل ده علميا برضو حقيقي وصحيح، في لمبات بتوفر وفي لمبات لا؟ لا حقيقي.
اللمبات الليد، وده بقى اجراء المستوى الثاني بقى. يعني كل اللي شرحناه في الاول دي كلها مستويات لا تحتاج اي تكلفه، انما استبدال اللمبات بالباب ليد اللي هي ذات كفاءه اعلى. احنا عندنا اللمبه ال 100 واط العاديه اللي هي كانت بالفتيله ديت، قدامها اللمبه الليد تكون 10، فبنوفر 9 أعشار كميه الكهرباء لنفس الخدمه، لنفس كميه الاضاءه اللي انا باخدها. ايضا اللمبه الفلوريسنت العاديه هي عندنا ال 120 سنتي او 60 سنتي يقابلها دلوقتي لمبه 18 واط او 9 واط لاد، وبتديني نفس كميه الضوء وبتديني نفس الخدمه بنص كميه استهلاك الكهرباء. طبعا مش هقول الفلورسنت القديم اللي كان بترانسات وستار، بس هو الصراحه في ناس كتير يعني احنا عندنا اعتقد معظمنا خلاص انتقل للليد من ازمات حتى السابقه يعني، فاعتقد انه اصبح في وعي شويه. في وعي مؤكد، في معرفه دلوقتي بمميزات الليد، ولكن دائما نحتاج ان احنا نعيد هذا الموضوع لان ده ممارسه يوميه. مفهوم. يعني ممكن كده ان انت تكون عندك لمبه ليد وبعدين تكلف مثلا حد يشتريها يروح رايح جايب لك لمبه عاديه. صح. أيوة صح. يعني بقصد ان ده نوع من الممارسه، فالالحاح والتكرار فيه لن مش هيخسر، فده مطلوب. طب المستوى الثالث اعلى اللي هو الاجهزه عاليه. حاليا الثلاجات الحديثه اللي هي او التكييفات الحديثه اللي هي بيبقى مكتوب عليها انفرتر، وفي حاجه اسمها بطاقات كفاءه الطاقه بتبقى موجوده على الاجهزه، تلاقيها بتبتدي من اي ثم دي ثم سي وهكذا لغايه ايه. دلوقتي في اجهزه ايه زائد وايه زائد 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 لغايه ايه 5 بلس، يعني 5 زائد. دي اجهزه اقل استهلاكا، قد يكون جهاز التكييف اللي هو الانفرتر اللي ايه 5 بلس ده ممكن بيستهلك حوالي 40% مما يستهلكه جهاز تكييف بنفس القدره. ودي كمان مساله مهمه، لان في ناس كتير وهي بتيجي تشتري التكييف تقول لك هو ده اغلى 500 او 600 جنيه مثلا او 1000 جنيه كحد اقصى، لكن هو في النهايه هيوفر لك كهرباء. طب من الكهرباء، ومش دايما زي ما بنقول الموفر، احيانا الموفر قد يكون ما هواش هو سعر الاغلى. الثلاجه الجديده اللي هي بانفرتر ديت عباره بتستهلك ثلث استهلاك الكهرباء للثلاجات القديمه، وعاده عندنا ممارسات مش سليمه ان احنا مثلا نجيب ثلاجه جديده نحتفظ بالقديم. شغل ثلاجتين في نفس الوقت، واحده في الصالون واحده في الاوضه. ان هي مهم جدا ايضا التخلص من الاجهزه القديمه، لان الاجهزه دي طيب في حاجه بسيطه بس كمان يا دكتور لو سمحتي يا هبه، عشان دي ممارسه معظمنا بيحط الشواحن ويسيبها يعني بعد ما يخلص الشحن. هل ده بيأثر حتى شواحن الموبايل اللابتوبس الحاجات السماعات الحاجات طبعا. كل يعني كل حاجه بسماعات طبعا، كل حاجه دلوقتي تقريبا بادابترز وبتتشحن وكده، فده بيوفق يعني بتفرق؟ بيقول لك مش فارقه ده يعني شحن موبايل ولا بتفرق؟ تفرق كتير على المستوى الجديد. اولا عدد الاجهزه ديت كتيره قوي، فبالتالي عدد الشواحن اللي احنا بنتكلم عليها اذا كان ده وات هنا وات هناك وات هنا فده بيجمع، زائد ان عدد الاجهزه احنا بنتكلم في 90 مليون موبايل، في عندنا عدد كمبيوترات والتابلتس والسماعات الجديده كله شغال دلوقتي بفوق الحاجه و30 مليون مشترك اكتف على النت، فبالتالي نتوقع ان الشواحن اللي موجوده، الشواحن دي لما بتبقى متروكه بتقعد تسحب 24 ساعه 365 يوم، فبالرغم ان هي رقم بسيط قد يبدو بسيط وتافه لكن هيفرق على المستوى الكبير. طب دكتور حافظ برضو في مساله مهمه نعرف راي حضرتك فيها، لو بنقسم الاناره في مصر الى اناره موفره واناره غير موفره في المرافق وفي المولات وفي الكافيهات وفي الاماكن المختلفه، نقدر نقول ان عندنا يعني الوعي دوت، او نقدر نقول انه في اناره موفره بنسبه اكبر، ولا العكس هو اللي حاصل؟ ونقدر نعمل ايه في القصه دي؟ لانه النهارده الالزاميه مساله صعبه يعني. لا هي طبعا الاناره الموفره حصل فيها تطور كبير جدا، يعني يكفي ان اقول لحضرتك ان خلال السنوات القليله الماضيه باع حوالي اكثر من 100 مليون لمبه ليد في مصر.
فده يدل على ان هناك اصبح مع الاخذ بالاعتبار ان اللمبه الليد عمرها 25000 ساعه، وبعض الانواع الجيده تصل الى 30000 ساعه مقارنه باللمبه القديمه اللي هي كانت عمرها ما يزيدش عن 700 ساعه. فده يوريكي ان قد ايه حجم الاستبدال اللي تم في اللمبات في مصر. انما ما زال هناك قدر من اللمبات والستوك بالذات في الاماكن اللي هي ممكن يكون في الارياف نسبه اعلى ما زالت موجوده من اللمبات الغير مؤثره، وده بيتطلب برامج برضو كانت بتقوم بها شركات الكهرباء في بيع توفير هذه اللمبات باسعار مخفضه وتقسيط ثمنها على فاتوره الكهرباء بقسط مثلا لمده عام او اكثر، وبالتالي بيبقى حقيقه الامر احنا بندفع ثمن اللمبه من الوفر اللي ناتج، وبالتالي مطلوب طبعا من شركات الكهرباء. بنشكر حضرتك طبعا يا دكتور، بنشكرك شكرا جزيلا. دكتور حافظ سلماوي رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الاسبق، شكرا جزيلا. يعني متهيألي معلومات وافيه طبعا، كل واحد فينا لو فكر كل أجهزة في الحاجات البيت دي في بيته على فكره هتفرق، انا وانت وكل شخص هتفرق كتير جدا. يعني حضرتك بتقيس على نفسك، قيس لما اضرب دايما في 100 مليون هتلاقي صح الموضوع صح احنا بيفرق. كتير نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضرتك، وخليكم معايا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 29 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14869 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 557652 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10903 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1820 طن و660 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4945 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 27 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2740 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 469.5 طن. كما تم ضبط 171 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يقرب من 363.5 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 865585 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 269033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4107 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 186 سائقا منهم. كما تم المرور على 42 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 170 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين مطابقتها جميعا لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 336 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية
تم ضبط 9518 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 1307 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1852 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 3644 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 3676 مخالفة ملصقات، وضبط 52 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 372 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,343 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة، في هذه القضايا بلغت 73,615,666 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 307 قضية، من بينها 146 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 28 قضية بقيمة مالية بلغت 23,755,337 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1538 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,271,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,656,807 جنيها. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وعندنا خطاب النهاردة مهم طبعا، والجدل الدائر في الساحة الكروية طبعا بعد خطاب اتحاد الكرة، والأهلي قرر أنه يشارك مرة أخرى في الكاس والسوبر. بس خلينا أقول لكم مضمون الخطاب، أنه اتحاد الكرة أو النادي الأهلي تلقى خطاب النهاردة من اتحاد الكرة، يؤكد فيه اتحاد الكرة الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسؤولية على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك لاتنبرغ وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداء من 10/8/2022 وبخصوص ما جاء في الخطاب اللي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام، وأشار كمان فيه إلى خطأ حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري. أكد اتحاد الكرة في خطاب أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي جلاتنبرغ بوصف المسؤول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية، وبناء عليه فالأهلي بيقرر مشاركته في بطولة الكاس والسوبر المصري. لكن خلونا نروح للأستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي ناخد قراءته وتحليله. أهلا بك أستاذ كريم.
استاذ كريم اهلا بحضرتك. مساء الخير ومساء الخير لكل الساده المشاهدين. مساء الخير. يعني انا هروح معاك لتطورات ازمه موضوع الفار ده، ولكن بصراحه يعني شديده يا استاذ كريم، انا حاسس ان الموضوع كله على بعضه في تضخيم يعني ومبالغه، وما اعرفش احب اسمع رايك. يعني طبعا انا هربط الموسم ده بالموسم الماضي، يعني من وجهه نظر منظومه النادي الاهلي ان هي شايفه ان في استمرار لبعض الاخطاء التحكيميه الفجه اللي ادت الى خساره الفريق الى عدد من النقاط اثرت على مركزه في الدوري. اكيد من الناحيه الفنيه النادي الاهلي لم يكن في افضل شيء السنه دي، ولا حتى في نهايه الموسم اللي فاتت في بعض المباريات. ده امور فنيه اكيد كل محبين الكوره وكل بيتابعوا مباريات النادي الاهلي شايفين كان في دروب واضح جدا 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 في مباريات المحليه مع بيتسو موسيماني، او حتى في الموسم الحالي مع بدايه سواريز، وان كان الامور بدات لحد ما تتصلح في الاونه الاخيره. ولكن على انا وجهه نظري الشخصيه اكيد في اخطاء تحكيميه اقدر اوصفها من بين كوتيشن فجه حصلت، منها طبعا هدف فاركو اللي لو جبنا في وجهه نظر يعني مشجع هاوي من على احد المقاهي وقلنا له ورنا له الصوره على التلفزيون وقلنا له الكره دي اوف سايد او مش اوف سايد، هو مش محتاج اجهزه تتخطى ملايين الجنيهات ولا محتاج اي اعاده عشان يقول ان الكره دي فعلا ما كانتش سلبيه. بس وجهة النظر المضادة، أنا 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 يعني أنا لست في فريق نادي على حساب نادي ولا في نادي على حساب نادي، أنا أصلاً لست كرويًا أصلاً. نعم. وإن كنت مشجعين نادي الأهلي بس مش كروي. فالناس بتقول يعني بس يعني ممكن يكون في أخطاء تحكيمية، ما طول عمر الأخطاء التحكيمية بتحصل في كل الدنيا، وفي أخطاء تحكيمية حصلت في نهائيات كأس العالم وكسبت فرق وعلى حساب فرق. يعني قصدي إنه البعض قد يرى انه ده ضربه للمنظومه التحكيميه اصلا في مصر. ده صحيح اذا كانت الاخطاء التحكيميه على فترات متفاوته، او ما بين كل خطا وخطا بنتكلم في مثلا مده 5-6 شهور، تعاقب الاخطاء الاسبوع تلو الاخر، تعاقب الاخطاء كمان في وجهه نظر شخصيه في الجزء او الثلث الاخير من الموسم الثاني على التوالي، انا في وجهه نظري كان امر يجبر مسؤولي النادي الاهلي ان هم يفتحوا هذا الامر. انا من شهر 11 الماضي عبر كل البرامج اللي بطلع فيها، عبر موقع يلا كوره، عبر كل حساباتي على السوشيال ميديا، طالبت اتحاد الكوره بتعيين خبير اجنبي لتولي رئاسه الحكام في مصر، لان حكامنا عندهم امكانيات كويسه ولكن ما حدش بيطورهم. رؤساء اللجان خلال الفتره الماضيه اكتفوا بان هم تحولوا لمحددين تحكيم في القنوات الفضائيه، وكان كل همهم ان هم يطلعوا يقولوا وجهات نظرهم. وكنا بنشوف مثلا الكابتن صلاح فتاح رئيس الحكام السابق متواجد في دول عربيه كتير وسايب الحكام في وسط مشاكلهم وما كانش بيتطور من ادائهم خالص. فانا مع قرار اتحاد الكره بتعيين خبير. انا طبعا يعني حضرتك ليك مطلق الحريه في الراي، لكن انا ما عنديش الطرف الثاني برضه اللي يرد عن نفسه، فبحتفظ بحق الرد يعني. اكيد طبعا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم في أيضا آخر أخبارنا، خليكم معي. برحب بحضراتكم من جديد، ولو ان احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في 90 دقيقه، كان ابرز حدث النهارده عندنا هو مساله التعديل الوزاري في 13 حقيبه وزاريه. استعرضنا مع حضراتكم يعني اهم التعديلات، السير الذاتيه للوزراء الجدد، واتكلمنا عن هذه المساله وقراءه في فلسفه التعديل الوزاري من الاساس يا حسام، وكانت مساله مهمه. واحنا بكره في انتظار حلف اليمين، اتصور ده كمان اهم مشهد. بكره هنتابع مع حضراتكم حلف اليمين، وبالتاكيد هيكون في تصريحات للوزراء، ويعني هنتابع مع حضراتكم طبعا تطورات الملف. تغيير كبير شمل 13 حقيبه وزاريه في ظرف دقيق ومهم، تحديات كبيره طبعا امامهم ومسؤوليه صعبه. كمان هيكون عندنا كمان قراءه في ملفات اخرى اقتصاديه،
تيسير الاستثمار بالنسبه للشركات الناشئه، هنروح لصناعه الدواجن باذن الله. كنا النهارده هنتكلم عنها بالفعل، لكن يعني محتاجين نتوسع الحدث طبعا قطع على ملفاتنا الاخرى. فبكره ان شاء الله هنتابع معاكم مزيد من الملفات وحلقه جديده من 90 دقيقه. بشكرك يا هبه. شكرا ليك يا حسام. وبشكر الساده المشاهدين. بكره نشوفكم على الف خير وصحه. حلقه جديده ان شاء الله بكره في نفس الميعاد.